إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا بكم في بث مباشر هنا من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط كنتواجدوا أمام القاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، والمناسبة هو تنظيم الاتحاد العربي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة كرة اليد للبطولة العربية. فكما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي في احترام تام، كما كنقولوا يعني احترام تام للأعراف الدولية، وكذلك انفتاح المغرب على كل الحضارات واحترام كل الدول. فكما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، وكما تتذكرون خلال المباراة لجمعات فريق الوداد الرياضي أمام فريق شباب بالوجداد، ولرفضات يعني السلطات أو نقولوا السلطات ولكن نسميو الأسماء بمسمياتها، يعني رفضوا الكابرانات أنهم يرفعوا العالم المغربي بحجة أن العالم أن الجزائر ما فيهاش العالم ديال المغرب. ولكن كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، حنا ما كنردوش العار بالعار، ولكن كما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فيد المغاربة دائما مفتوحة للأشقاء الجزائريين، ودعا يعني لتجديد والاحترام للشعب الجزائري. كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، يعني رغم انسحاب يعني المنتخب الجزائري من البطولة العربية، إلا أن الناس أو يعني هادو يعني الوصايا، الوصايا ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هو أن الشعب الجزائري فهو شعب صديق، شعب شقيق يجب احترام ديالو. لكن يعني شتانا ما بين السياستين، يعني السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ودائما يعني كيدعي أننا نحترموا جميع الشعوب، لا الشعوب الإفريقية لا الأوروبية، كلهم سواسية لدى المملكة المغربية الشريفة. كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، رغم انسحاب يعني منتخب الجزائري لكرة اليد شبان، يعني واحد انسحاب يعني تأسفوا ليه اللاعبين، تأسفوا ليه الطاقم التدريبي، لأنهم جاو وشفنا يعني من خلال متابعة ديال المباراة، فجل يعني الطاقم اللاعبين كلهم فرحانين بالمشاركة. لكن شنو غادي نقولوا، يعني ذنوب دوك الرياضيين، ذنوب دوك اللاعبين. فكما كنقولوا مشاهدي قناة شوف تيفي، الكابرانات غادي يسيئوا الرياضة بصراحة، الكابرانات كما أساءوا السياسة غادي يسيئوا الرياضة في هذا البلد الشقيق. كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، يعني رغم قرار ديال الانسحاب، إلا أن المملكة المغربية الشريفة ورغم الافتعال العديد من الامور من طرف دولة كابرانات، الا ان يعني الرد كيكون بكل احترام ورقي. وكما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، العالم الجزائري يرفرف، يعني كما كنقولوا هنا في القاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء خلال البطولة العربية لكرة اليد شبان. فأكيد كاين الإخوان، يعني كاين الإخوان اللي كيقولوا دائما يعني جزائريين كنعرفوهم، يعني دائما في خلال التعليق يعني كيقولوا أن الصحراء المغربية الناس عارفينه، الناس كيقولوا أن هذا المشكل المفتعل يعني من طرف الكابرانات الجزائرية، فهو كيخيب الظلال ديالو أكثر على الأشقاء الجزائريين، لأنهم هما
دائما يعني في خلال اللقاءات ديالهم كيقولوا بان هذا هو المشكل الوحيد اللي عندهم، هو مشكل ديال اللي مشاعلينه. يعني هما تيقول لك هما كاملين معترفين وعارفين ان الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه، لكن دوله كابرانات مازال تصطاد في الماء العكر. يعني احنا الان كنحطوكم يعني بوجوهكم، يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تيفي، فالعالم الجزائري، العالم ديال دوله الكويت الشقيقه، العالم المغربي، عالم المملكه العربيه السعوديه بالاضافه الى عالم دوله تونس او عالم دوله تونس، فكل اعلام مشاركه في البطوله العربيه. كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي الأعزاء، إذن مشاهدي قناة شوف تيفي ما بقى لي إلا نودعكم على أمل لقاء بكم بث مباشر آخر، وشكرا.